أدان المؤتمر الثاني لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية المنعقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، أدان كافة أشكال التدخلات الإيرانية في شؤون مملكة البحرين، معرباً عن تضامنه الكامل مع مملكة البحرين في كافة جهودها لفرض الأمن والاستقرار على أرضها، ورفض تلك التدخلات الرامية لزعزعة الاستقرار والأمن، ورفض تدخل النظام الإيراني في الشؤون العربية. كما أعلن رؤساء البرلمانات عن تضامنهم ودعمهم للقضية الفلسطينية وإدانة كافة الممارسات العدائية الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني وأراضيه، ومساعيها لإفشال عملية السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط، مؤكدين على ضرورة تعزيز التضامن العربي وتوثيق الصلات بين الدول العربية وتنسيق توجهاتها السياسية وخططها الاقتصادية. ورفض رؤساء المجالس والبرلمانات العربية في بيان مؤتمرهم القوانين الجائرة المنافية للأعراف والقوانين الدولية حول الحصانة السياسية للدول والتي قد تستهدف الدول العربية، ومنها ما يسمى بقانون جاستا، مع ضرورة وضع تشريعات عربية تجاري مكافة محاولات النيل من سيادة الدول العربية. جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الثاني لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والذي شارك فيه وفد مجلس النواب برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا، وقد رأس الجلسة معالي الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي بحضور أعضاء هيئة مكتب البرلمان العربي والوفد البرلماني العربي المشارك. وللحديث حول هذا الموضوع معنا من القاهرة عضو مجلس النواب عضو البرلمان العربي عبد الرحمن راشد بومجيد. ما هي أهمية مشاركة الوفد البحريني برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب في مؤتمر البرلمانات العربية الثاني في تعزيز وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية؟ مسي على الجميع. طبعا مشاركة الوفد البحريني برئاسة الأخ أحمد بن إبراهيم الملا تأتي تفعيلا للدبلوماسية العربية، وخصوصا بأن هذا المؤتمر الثاني للرؤساء البرلمانات العربية ومجالس الشورى في كافة الدول العربية، ودائما ما تكون له أهمية كبيرة من خلال التواصل والتشاور مع رؤساء البرلمانات العربية وصدور وثيقة تلبي أو نظرة شاملة للمستقبل حيال تطلعات الشعوب العربية. ترفع هذه الوثيقة طبعا إلى رؤساء القمة العربية المزمع أن قادها في عمان خلال الفترة القادمة. من خلال هذه الوثيقة طبعا أهم الأمور الوثيقة هو التركيز على حماية الأمن القومي العربي. أكد جميع الوفود على دعمهم لمملكة البحرين في محاربتها للإرهاب وكذلك التدخلات الخارجية الإيرانية، ودعمهم الكبير والمطلق لكل الخطوات التي اتخذها مملكة البحرين، وهذا طبعا يأتي في سياق التنسيق والترتيب الذي تم في الفترة الماضية مع مختلف الوفود العربية لإصدار هذه الوثيقة. هناك العديد من القرارات التي تم تضمينها في هذه الوثيقة، مثل قانون جاستا وآلية واضحة وصريحة وضعها البرلمان العربي للتعاقد مع هذا القانون الجائر أو الغير متسق مع الموافقة الدولية. كذلك القضية الفلسطينية القضية الأم التي دائما ما تكون على بنود جدول أعمال القمم ورؤساء البرلمانات العربية في كافة اللقاءات. هل من الممكن أن تطلعنا على أبرز ما جاء في البيان الختامي لهذا المؤتمر؟ طبعا مثل ما ذكرت لك أن المؤتمر أكد على حماية وصيانة الأمن القومي العربي من خلال التواصل المستمر بين الدول العربية، التنسيق دعم التنسيق التام من خلال جامعة الدول العربية لوضع تفعيل وتنشيط اتفاقية الإرهاب وتحديث كافة بنودها فيما يتوافق مع
التطور الحاصل في وسائل الإرهاب إن كان على مستوى التسلح أو حتى مستوى الاستخبارات بين الدول العربية، الموضوع اللاجئين ودعم الدول التي تستوعب اللاجئين ووضع حلول مستدامة، الإعلام وتفعيل وتعزيز دور الإعلام العربي في مواجهة كافة التحديات الإقليمية والدولية من إن كانت تدخلات خارجية أو إعلام موجه للشعوب العربية، والعمل على توعية النشء العربي وتنمية روح المواطنة وتعزيز روح المحبة بين مختلف الدول العربية. شكرا لك سعادة النائب عبد الرحمن بومجيد.